بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللي هم يقرأوا الحاجات كلها تيوريك، ما يقرأش براتيك. باش مروهم على الأقل كي يقرأ على القطعة في التابلو عند الأستاذ، ولا باش يقرأها في الكتاب، ولا يقرأها كذا، يعرفها شنية ويعرف وين تركب. هكاك باش نجموا فهموه. مبدئيا نبدو بأول ما صنعوا الميكانيك العادي. كونوا أول ما صنعوا الميكانيك العادي عملوا ديكو. هذا ديكو. حط ديكو. ومعاه الكاش نتاعو. ومعاه الخيوط نتاعو. أهي. أول ما صنعوا العملية هذيك. باهي. أربع خيوط. وداكو وكاش داكو. لا فيه البوجي، ترك فيه البوجي. أول ما صنعوا الداكو هذاك ومعاه الكربيتر اللي هو كربيتر نورمال. فما صنعوا دوبل كور وفما سامبل كور. هذا سامبل كور صغير. سامبل كور اللي هو كور واحد ينجم اكسيلاري باليد، يعني كأنه كابل بسكليت معاه تو بعد ما ركن بيدال. هذاك اكسيلاري مغل. وفما صنعوا دوبل كور اللي هو حسب السرعة نتاع السيارة. يعني اش معناتها دوبل كور؟ اللي هو فيه زوز نقب نتاع دخول الهواء والليسانس، يعني أو البنزينة أو كل البلاد شنو ولا. وهذاك في كل البلاد يسموه كرباتير، واحدة كرباتوري واحدة. قلنا توا صنعوا الكرباتير دوبل كور وسامبل كور. وريناكم الدايكو، وريناكم البوبين ومعاه الدايكو. عاود حطهم الفوق. هذا الدايكو اللي هو ديستريبيتور نتاع الكورون فوق منه نتاع اللي يهز البوجي، ومعاه خيوط البوجي. حط. وكان معاه البيدال هذه نتاع الاكسيلاتير اللي هي كان قبل الاكسيلاتير من داخل فص السياره. كان فما كابل كيما كابل بسكليت يمشي من البيدال حتى الكربيتر. هذه المكونات نتاع اول ما صنعوا السياره اللي هي بالبنزين العاديه كيما نقولوا احنا 205 رينو 4 رينو 5 الحاجات هذه اللي هي العاديه الاولى بالكل. ومن بعد اي ومن بعد تطور الميكانيك نحو الحاجات هذيك كل نحو الحاجات هذه كلها العادية. وجابوا لنا اسمه كرباتير، سموه كرباتير سيميكا. صنعوا هذا اللي تشوفوه انتم يقلب في المفتاح هذا في السلعة هذا او في القطع الغيار هذا طالب علم اسمه عاطف من مطوية من جابس، يعني من جمهورية تونسية. يقرا في الميكانيك الواحد وما موش فاهم شنو ولا يعني براتيك مش فاهم. عنده هنا كراسته قدامه وشوف في التيوريك ويقارن بها بالبراتيك ويشوف القطعه هي شنو. قلنا هذه ديزيام ايتاب اللي هي حطوا لها كربتال سيمي انجكسيون البنزينه ترومب ايسونس العاديه ما رينا لكمش اللي هي كانت تخدم مكان ترومب عاديه. ماش خلينا نشوفوا عندنا ولا لقينا احنا بومب ايسونس عندنا قديمه. هذه البومب ايسونس اللي هي كانت تو بعد نوريكم باش تعوضت. هذه في البومب ايسونس قاعد في الايتاب الاول والايتاب الثانيه، يعني سواء في الكربتال او سيمي انجكسيون. من بعد تطور العلم ولو عملوا بومب ايسونس تركب في الريزرفوار اللي هي هذ، عملوا بوبين اللي هي هذ باربع بوجيات، عملوا كور بابي عملوا كور بابيون بالاكسيلاتير بالكابل. خلوه الكابل يعني ما خلوه الكابل ما بدلوش المره الاولى. باهي. وزادوها زادوها كابتير نتاع البوات اللي هو كابتير هذا تاع البوات. هذوما هذه ديزام ايتاب. باهي. تروازيام هذه انا قلنا احنا عندنا عملوا كربتير وبعد التالي. هذه كاتاليزر. هذه فيه نوع معين نتاع معش برودوي كي شهده يسموها شهده يسموها حاجه ما يعني مصفي للهواء على البيئه. هذا هيك هو مفرك قطعتين. تو نوريه لكم قطعه واحده. او هنا كان راكب في الكهرباء قطعه واحده. شوف فيه قطعة واحدة هكا بالكهرباء، باهي هكا يجي راكب بالكهرباء قطعة واحدة، فيه صوند لامدا من فوق، صوند لامدا من اللوطا، وفما موديل اللي فيه صوند لامدا جنب هنا وصوند واحدة من قدام واحدة من تالي، يعني في نفس التيب نتاع الشاكمون. إن شاء الله نكونوا هكا بلغناكم العملية اللي هي نتاع تطور الميكانيك والإلكترونيك في السيارات، زادوا كيف هذا ديبيمتر نفس الشيء زاد في الموديل هذا، خلوا ديبيمتر كما هو، ما نحوش. هذا التطور اللي صار لحد الان. بون فما حاجات جديده خرجت بعد 2000 محسوب من بعد 2010 برشا حاجات تطورت جديده وخرجت جديده. بون مازالت ما فهمناهاش ما نجموش نشرحوا عليها لان ما عندناش عليها حتى خبره.
وان شاء الله نكونوا هكا بلغناكم في الدرس الاول شنو هو هذه زاده كيف كيف هذه عوضوا البدال نتاع الاكسلاتير. هذه البدال نتاع الاكسلاتير اللي كانت هي بالكابل عاديه عوضوها بهذيك اللي هي فصل السياره اللي هي في عوض هذه كانت عاديه اللي هي طرف حديد فيها شيء عباره على يعني حديده وفيها كابل باش تكسلاري عوضوها بهذيك فيها كابتل الكترونيك. هذا من المكونات كلها نتاع نتاع التطور اللي صار في المحركات نتاع السيارات او في السياره بصفه عامه بالنسبه للمحرك وما تابعه. هذه فكره عامه، هذه كل ما التطور اللي صار في السياره من العاديه للنصف عاديه كلها الكترونيك للاخر، يعني التطور اللي صار حتى لغاية 2010 2012 يعني في المعدل هذايا. بعد 2012 بعد 2010 مثلا كما هذا اللي قدامي هذا يسموه الترنت، هذا اللي يشارجي البطري، هذا باش كي يدور يشارجي البطري، هذا يسموه الترناتر. فهمتني؟ هما الناس يعني ما يعرفوش يسمعوا كلمة الترناتر لكن ما يعرفش الترناتر شنو، هذا اسمه الترناتر. هذا الترناتر عرفناه نحي مغادي. هذه مثلا اسمها بومبا فيت، هذه اللي باش تعطي الهواء للسيرفو، هذه هي بومبا فيت، هذه هي بومبا فيت اسمها، هذه تعطي الهواء للسيرفو. فما اللي يسمع بكلمة بومبا فيت ما يعرفش شنو هي بومبا فيت، هذه بومبا فيت يسموها، هي تعطي الهواء للسيرفو باش تشد الفران. هذه عندنا بيستون، هذه بيستون، فما اللي يسمع بكلمة بيستون ما يعرفش بيستون، هذه بيستون، هذه بيستون، هذوما اللي فيها سيغمونات، هذوما سيغمونات يسموهم سيغمونات. هذه اللي راكبة فيها البيلة تسمى بيلة. فما ناس يعني ما يعرفوش شنو الفرق ما بين البياله والبيستون والسيغمون، هذه بياله بيستون واللي راكب فيها ملوطه، اللي راكبين فيها ملوطه هذوما الحلق هذوما سيغمون، قلنا سيغمون وبيستون وبياله. يسمع بالتيت كاردون ما يعرفوش تيت كاردون شنو، هذه تيت كاردون، هذا اللي يدور العجله من قدام، يدور اللي تمشي به السياره من قدام في جهه العجله في جهه الكاميرا. يعني هذا يسموه تيت كاردون، هذا تيت كاردون كي تدور الكهرباء على اليمين يدور، يعني هنا فما كوازيون دو، كي تدور الكهرباء على اليسار كيف فما هنا كوازيون دور، يعني يسموه كاردون، وهو ديما يدور مع السيارة في المشي. هذا يا ديمير، هذا ديمير اللي يشغل المحرك مثلا، هذا ديمير اللي يشغل المحرك، هذا كي تدور أنت المفتاح من داخل وسط السيارة، هو هذا يقوم بتشغيل المحرك. باش يخدم المحرك وتمشي السيارة، سموه ديمرر، سموه موتورينو، سموه مولد، لا مش مولد، المولد اللي هو الانترناتير، يعني كل البلاد شنو يسموه، احنا نسموه ديمرر في تونس، أو بالفرنسي يسموه ديمرر، هذا هي ديمرر. يسمع زاد بكلمة توندور، توندور كلوا ولا توندور شان، ما يعرفوش توندور شنو هو، توندور هو حاجة يعني تكبس السبتة أو الكلوا أو الشان. هذا اسمه توندر، يديما يدور مع الكروا ويكبس الكروا ويتحكم هو في الكروا، يعني في السبته يعني يكبس فيها ويرخف، هذا توندر. يسمع بالبوبين، يقول بوبين شنو هي مثلا، هذه بوبين مثلا، هذه فما بوبين، هذه تخدم دي بوجي وهذه تخدم دي بوجي، هذه يسموها بوبين، هذوما دي بوبين مع بعضهم، هذوما دي بوبين، هذه بوبين. يسمع بالبومب فران، هذه بومب فران، شد الفران تنزل عليها، هذيك تنزل عليها من هنا، هذه تشد الفران، هذه يسموها بومب فران، أو بومبا تاع فرينو، هذه اسمها بومب فران. هذه اسمها بالأربراكام، هذه اسمها أربراكام، هذه أربراكام باش يشغل هذا أربراكام تاع كهرباء ديزل ولا إيسونس، كيف كيف، باش يشغل كان ديزل، باش يشغل البومب فيد من هنا، كان إيسونس باش يشغل الديكو من هنا، اللي هو اللي المولد تاع كهرباء، كان إيسونس باش يخدم يشغل من هنا الديكو. ومن هنا البومب ايسونس، وكان في الديزل في المازوت بنشغل هنا البومب فيت برك هكا، هذا مهمته الاربكام، هذا يعني يجي في البلوك مش في الكلاس، هذا الاربكام تاع البلوك. فما الاربكام اللي يجي في الكلاس اللي هو هذا اللي فيه 8 كامات، هذوما الكامات سموهم كامات، هذوما فيه 8 كامات، هذا الاربكام اللي هو يدور فوق في الكلاس باش ينزل على السباب ويعمل كومبريسيون مع السباب ويدور، ديما يدور هذا باش يعمل يعني طلوع نزول نتاع السيباب فصل الكلاس.
هذا بتاع يعني كهرباء مازوت او اسانس. هذا موجود زاد في طريقه اخرى كون البركه يجي لوطه في البلوك وتجي فوق منه، هذه يسموها رامب، رامب كيلبيتر، ولا يسموها بنطريه بطليان، ولا يسموها عصافر، زاد هكا بالتونسي يقولوا عصافر، يعني هذه رامب، هذه كل عصفور يسمى كعبة، يعني كيلبيتر، كعبة كيلبيتر، كعبة كيلبيتر، وكلها بعضها تسمى رامب كاملة. هذه تجي في الإسانس وتجي في المازوت، هذا في المنوعين. عندنا في يسمعوا بالتربو مثلا، هذا تربو، عندنا تربو، التربو اللي هو تلقى فيه مروحة من جهة الشاكمون، تربينة تسموها، هذه هي مروحة، ومروحة أخرى من جهة الأدميسيون اللي هي تربينة زادة من جهة الأدميسيون، هذا تربو يسمى تربو. هذا باش يعرف الواحد باهي ولا ما يكون ما فيش جي من جهتين، ما فيش برشا يعني جي دوب لاش انا حاجه خفيفه. هذا تربو، يسمع بالتربو ما يعرفش تربو، هذا تربو، هذا تربو من هنا تربينا مغاي تربونا تربينا، وهذا يعني يعاود يستهلك المازوت اللي يخرج، الدخان اللي يخرج من السياره يعاود يستهلكه ويعاود ياخذ المحرك. هذا تربو نوع صغير، وهذا تربو مثلا نوع كبير اكبر منه، هذا هو كلها تربو، هذا تربو. هذه مثلا كور بابيون، هذه اللي هي وقت تكسيلاري هكا، تكسيلاري هكا تحل، هي الكور بابيون هذيك تحل وتكسيلاري كهرباء تمشي، يسموها كور بابيون. اللي ما يعرفهاش الناس يسمع بكلمة كور بابيون ما يعرفهاش، هي كور بابيون هي تخدم مكان الكربات، هذه كور بابيون. هذه عندنا هنا هذه بومبوي، نسمع بالبومبويل مثلا، ما عرفش بومبويل شنو هي، هذه بومبويل هي اللي تجبد الزيت من الكارتير وتعطيه فوق المحرك باش يزيت، هذه يسموها بومبويل، فيها تلقاها دورها تدور من هنا، وفي كل بومبويل شنو هي نوعها، هذه بومبويل، فما اللي ما يعرفش بومبويل شنو هي، هذه ليجير، فما اللي ما يعرفش شنو ليجير، هذه جير، هذا جير، هو كونه بياس الكتريك تركب في الكولكتر تاع الادبيسيون، وتعاون التربو، وتعاون المحرك في المشي، يسموه جير. يسمعوا بالجير ما يعرفوش الجير شنو، يسمع بالتريم تاع الفران، هذا التريم تاع الفران اللي يركب في العجله باش يشد الفران ويركب فيه الباتان، هذا التريم تاع الفران، هنا يركب الباتان، هذوما هنا كعبتين يركب، هنا كعبتين باتان، وهذا التريم تاع الفران، وهذا فليكسيبل، يسموه فليكسيبل، هو اللي باش ياخذ الزيت من الطرمبه نتاع الزيت نتاع اللي تنزل نتاع الفران في وسط السياره، يدخل الزيت من هنا ويخرج وينزل على البيستون، هذيا البيستون هذه تنزل على الباتان هنا، يسموها تريم تاع فران، هذه البيستون هذه تبدا كي تنزل على فران انت تخرج، كي تسيب فران ترجع اوتوماتيك يعني وحدها بالبريسيون تاع الزيت، هذا يسموه تريم تاع فران. هذه بومبا سيستي اللي هي وقت انت تخدم الكهرباء يولي الفولون سهل، يولي ما عادش صعيب، يولي ما عادش كاسح. هذه بومبا سيستي كل سياره هي نوعها، انما هنا تاخذ فكره برك شنو هي بومبا سيستي وشنو هي الواحد، هذه تدور ديما مع الكروا بومبا سيستي، هذه بومبا سيستي، هذه الاغلبيه تو الناس يعني برشا ما تعرفش شنو هذا كان بومبا سيستي، هنا يعني العمليه هذه حبيت نوريكم شنو هو بومبا سيستي وشنو هو هذا. يسمع بكولكتور ايشابمون مثلا، هذا كولكتور ايشابمون، هذا اللي يخرج منه الاربع فتحات هذوك كان هي كالسلندر، يخرج منه الدخان اللي بيمشي من المحرك، وبعد ذلك يخرج يمشي هنا كاتاليزير، وكاتاليزير يخرج في المرميط من تالي، هذا يسموه كولكتور ايشابمون. ونلقوا فيه سوند لامدا، فمن يسمع بسوند لامدا ما يعرفش، هذه سوند لامدا اللي هي تقيس الحراره نتاع الهواء اللي خارج من المحرك وتعطيها للكارطه اللي هي الكالكيلاتور باش يتحكم هو في الكونسوماسيون في ليسونس او في المازوت كان مازوت، هذا كولكتور ايشابمون يسموه. فمن هذه سموها فرشات دومبرياج، هذه تركب فيها البيتي ويركب فيها الكابل او الطرمبه، سموها فرشات دومبرياج، هي اللي تنزل على الامبرياج، وقت تنزل انت على الامبرياج من داخل فصل الكهرباء هي تنزل على الديسك امبرياج تحل وتسكر بالبيتي، هذه سموها فرشات دومبرياج. هذه ريلي نتاع ريلي تشوفاج نتاع تخدم الكليماتيزور وتخدم الحاجات في الاغلبيه تنجدها الريلي هذه في الفولكس فاجن، الموديل هذا تلقاها الاغلبيه كلها في الفولكس فاجن اللي هي في الاودي في هذه ريلي شوفاج او ريلي كليماتيزور كل واحد يسميها. هذه انجكتور مازوت، هذه انجكتور مازوت، هذه يسمعوا بالانجكتور، هذه انجكتور مازوت يعني يبخ المازوت من هنا
ويجيه كرون، يجيه المضغوط بالجعبة هذه ويجيه كرون من هنا، يسموه انجكتر. يعني فما انواع انجكتر، يعني هذا انجكتر وهذا انجكتر، هذا ما انجكتيرات نتاع المضغوط. يعني هذا ما كله تو الفيديو هذا باش يعني برشا ناس يعني يسال ما عرفش شنو معناتها انجكتر ولا تيربو ولا حاجه، حبيت نوريه. فما حاجه تمركي لك في التابلو تقول لك الزيت راه ناقص ولا زايد في المحرك، هذه يسموها، هذه تجي في وسط الكارتير تقيس الزيت ناقص ولا لا. هذه بون ما عرفش اسمها بالضبط، ما نسموها مانو دويل باش تقيس الزيت من الكارتير، عندها اسم اخر ما عرفش انا ما مش مستحضره تو. هذه مقياس نتاع الزيت في وسط المحرك تقول لك راه الزيت ناقص او زايد او كذا او فيه مشكل. هذه طويله تركب في الكارتير. هي ترموستا، فما اللي يسمع بالترموستا ما عرفش شنو هي. هذه ترموستا شوف الداخل فيها رسور، هنا الداخل فيها رسور، هذا الداخل الرسور هذاك فيه كعبه كي كلابي كي البوسوار، وقت يسخن الماء زياده تحل تاخذ الماء البارد مرتين، وقت يبدا الماء بارد تسكر هي باش تخلي الموتور ديما السخانه نتاعو 80 دقري اللي 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 معمول بها في الميكانيك 80 دقري. فما ناس ما تحبش الترموستات نحي فيها، هي اكبر غلطه. الترموستات تخلي الكهرباء تاكل ليسونس ولا مازوت تنحاه، لان كيما انت عندك 37 سخانه تولي تفوتها تمرض تحت منها تمرض. هي الكيكه الترموستات اذا كانت تفوت 92 سخانه فما مشكل في السياره في المحرك، واذا كانت تنقص تحت 92 يعني تحت المحصول 87 تولي فما مشكل. هذه الترموستات اللي تنظم الحراره نتاع الماء في المحرك. وهذه البومبا اوي اللي هي، وهذه طرمبه الماء اللي تدور الماء في المحرك، اللي هذه التوربينه، هذه تدور الماء، هذه التوربينه تدور الماء، هذه تدور الماء في وسط البلوك باش هكاك الماء يمشي للراديتير ويرجع عن طريق الفتحه هذه فيمشي في البلوك. هذه يسموها بومبا او طرمبه الماء او بومبا داكوا، هذه بومبا او. هذا ما حاجات حبيت نوريهمكم باش الناس، فما ناس يعني تسمع بالقطعه وما تعرفهاش شنو هي. مثلا الدايكو، فما ما عرفش الدايكو، هذا الدايكو اللي هو يعطي الكورون للبوجيات اللي كرهب، اللي هما دايكو فما الكرهب نوعيه بالدايكو ونوعيه بالبوبين ونوعيه بالكابتيرات، كل واحده كيفاش. هذا الدايكو، هذه الزماره كلاكسون، فما ما عرفش شنو كلاكسون الزماره، ما يعرفوش سوى مرا ولا رجل، ساعات تزمر هي ما تعرفش منين تخرج الصوت نتاع الزماره منين يخرج. هذه الزماره، هذه كلاكسون، هذه يسمع بالديبيمتر مثلا، هذا الديبيمتر يسمع بالديبيمتر، ما يعرفوش الديبيمتر. الديبيمتر هذا اللي يقيس الهواء اللي يدخل من الادميسيون، يدخل يقيسه باش يعطي الكارت الاشاره باش تزيد هي الكونسوماسيون باش تزيد التيراج. هذا يسموه ديبيمتر، هذا ديبيمتر. فما يسمع بالبومبيسونس، هذه بومبيسونس تجي خارجيه خارج الخزان، هذه بومبيسونس الكتريك خارج الخزان، تلقاها في السيارات القديمه يعني القديمه اللي هي السيارات القديمه شوي. يعني يسمع بالجوج نتاع ليسونس نتاعو باش يقيس ليسونس، ما يعرفش الجوج شنو هو. الجوج هو مقياس نتاع ليسونس في وسط الريزرفوار، هذه هكا هنا فارغه نازله تطلع هكا، هذا معبيه معناتها او شطر او كذا. هذا فلوتور جوج نتاع ليسونس، فلوتور هذا يمشي هكا ويجي ليسونس نتاع ليسونس ولا مازوت. هذا فما اللي يسمع بكلمه كابتور، هذا كابتور، هذا يسموه كابتور، كابتور نتاع ديماراج، كابتور داليماج، كابتور كل كابتور شنو اللي الخدمه نتاعو، هذا كابتور اسمه كابتور. فما اللي يسمع بالسيرفو، يعرف السيرفو شنو؟ هذه السيرفو نتاع الفرن، هذه خذ تنزل انت هنا ساقك، هذه هنا البيدال كانها ساقك هنا، تنزل انت من هنا ينزل الهواء. فما الهواء اللي هو وريت لكم البومبوفيد يدخل عن طريق البومبوفيد يدخل السيرفو هذايا، وبعد ينزل هو على طرمبة الفران اللي هي من هنا، هذه طرمبة الفران، هذه السيرفو، هذه السيرفو، هذه البومب سي البومب الفران، تضغط عليها يضغط عليها السيرفو باش تشد فران، هذه فران ولا شو اسمه سيرفو بالطرمبة نتاعو. فما ناس ما تعرفش السيرفو ما تعرفش الطرمبة، هذا سيرفو بالطرمبة نتاعو، لأن الإنسان يبدا راكب في السيارة ما يعرفش شنو اللي قاعد يعمل فيه. اخرى من كارو بابيون، زاد كل كارو بابيون كبيره وصغيره، فما مازوت وفما ايسونس انت والموديل. ان شاء الله بالحديث هذوما وريناكم يعني ما يمكن تشوفوه اللي قدرت عليه.
مش تعرف شنو هو اللي في سيارتك، وشنو اللي يتكلم معك شخص ويقول لك راني عندي كور بابيون ولا عندي جير ولا عندي سيرفو ولا عندي ترومبه نتاع فران ولا فليكسيبل ولا كلاكسون ولا كذا، تعرف شنو ولا بومب اسيستي ولا تيربو، تعرفش معناتها. ان شاء الله تكون العمليه هذه افادتكم شويه بمعرفه الميكانيك نتاع السياره، ونسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.